السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم كريم من عرب هاكسبلويت. أول حاجة حابب أعتذر عن الفترة الطويلة اللي انقطعت فيها، بس إن شاء الله هحاول أعوض في المستقبل بفيديوهات أكتر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكروس أوريجين ريسورس شيرينج وإزاي ممكن نكتشفها ونستغلها، وهي مش صعبة بس هي ليها طريقة معينة، وإن شاء الله هنشوفها مع بعض لما نيجي نحل اللابات. أتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وحابب أفكرك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. اول حاجه في الكروس اوريجين ريسورس شيرنج في كام كونسبت كده المفروض ان احنا ايه نبقى فاهمينهم وعارفينهم كويس قبل ما نبدا نشتغل على البنتريشن تيستينج للويب اوريجين للكروس اوريجين ريسورس شيرنج. اول حاجه في حاجه اسمها اس او بي اللي هي سيم اوريجين بوليسي. ايه السيم اوريجين بوليسي دي؟ دي بوليسي بتبقى في البراوزر، يعني البراوزر نفسه اللي انت شغال عليه في بوليسي بتمنع ان انت تريد من اي ويب سايت تاني. بمعنى ايه؟ اسيوم ان احنا هنا عندنا مثلا ويب سايت a.com، وهنا عندنا ويب سايت b.com. لو ايه ويب سايت ده حاول يكلم بي ويب سايت ده، السيم اوريجين بوليسي هتبلوك الكونكشن ده عشان تمنع ان انت تشير ريسورسز ما بين الاثنين ويب سايت دول. طيب السيم اوريجين بوليسي دي بتمنع الكونكشن بناء على ايه؟ بناء على ثلاث حاجات. اول حاجه البروتوكول اللي انت بتستخدمه، وبعد كده الهوست او الدومين نيم والبورت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا لو عندك http a.com شغال على بورت 80، تمام؟ امتى السيم اوريجين بوليسي دي تتدخل في الكونكشن وتعمل لها بلوك؟ لو انت مثلا استخدمت https، ده كده different protocol، فالسيم اوريجين بوليسي هتشتغل وتقوم عامله بلوك للكونكشن. طيب لو بدل a.com حطيت اي سب دومين مثلا z.a.com، برضه السيم اوريجين بوليسي هتتدخل وتبلوك الكونكشن. بدل مثلا بورت 80 حاولت تروح لبورت 8080، برضه هنا هتبلوك الكونكشن. طيب هنا كده السيم اوريجين بوليسي دي كده بتوقف اي كونكشن. خلي بالك السيم اوريجين بوليسي بتبريفنت الريدنج من الويب سايتس، مش الرايتنج، نوت رايتنج. يعني لو انت عايز ترايد في ويب سايت عادي، ده ممكن، البراوزر نفسه مش هيمنع، بس بتبريفنت ريدنج من الويب سايتس. دي كده السيم اوريجين بوليسي، دي بوليسي جوه البراوزر بتمنع الشيرنج الريسورسز ما بين ويب سايت A وويب سايت B عن طريق ان هي بتتشيك البروتوكول والهوست والبورت من الكونكشنز اللي انت بتحاول توصل له من ويب سايت A لويب سايت B. طيب هنا بقى في عندنا مشكله. ايه المشكله؟ ان احنا تعالى كده نمسح الكلام ده هنا كده، لا مش رولر، ايوه كده. اسيوم بقى ايه؟ ان احنا طبعا اكيد في ويب سايتس هتحتاج ان هي تكلم ويب سايتس تانية، صح ولا مش صح؟ مش كل الويب سايتس هتحتاج ان هي ما يبقاش حد يقدر يدخل لها ولا ان هي تكلم حد. مفيش دلوقتي ستاتيك ويب سايت ما حدش بيكلمه او هو ما بيكلمش حد او الكلام ده، تمام؟ انا شايف ليه مش عايز يعمل كنترول زد اهو اهو، تمام. نمسح بقى كل الكلام ده. في دلوقتي بقى ان انا دلوقتي كويب سايت ايه بقيت عايز ان انا اكلم ويب سايت بي، ده مثلا a.com وده b.com. انا دلوقتي عايز اشير ريسورسز ما بين التو ويب سايتس دول ايا كانت البيزنس كيس اللي عندي. يعني مثلا اسيوم ان ده اي كوميرس ويب سايت وبيتكلم مثلا مع بيمنت جيت واي، او مثلا اي كوميرس وبيتكلم مع
مش مينتننس اللي هي ستورج ويب سايت ستورج مثلا، او مثلا اسيوم ان ده مثلا طلبات وبيحاول يكلم لوكيشن مثلا او الرايدرز بتوعه على ويب سايتس تاني، ان هو مثلا بيبعت له من هنا اللوكيشن بتاع الاوردر نفسها، هتجيب الاوردر منين وهتوصله فين. فبقى في بيزنس كيسز بتحتاج ان الويب سايت تشير ريسورسز ما بينهم. فالديفلوبرز قرروا، او مش الديفلوبرز يعني مش الديفلوبرز، هو قرر ان هم هيستخدموا بروتوكول اسمه الكروس اوريجين ريسورس شيرينج. ده بروتوكول، البروتوكول ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على 2 HTTP هيدرز، بيعتمد على HTTP هيدرز عشان البراوزر نفسه يقلاو الكوميونيكيشن ما بين التو ويب سايتس دول. طيب ايه هما الهيدرز دول؟ اول حاجة في هيدر اسمه allow control، لا مش allow، access control allow origin. ده كده هيدر اول ما بيشوفه البراوزر من الريسبونس بتاع بي مثلا بيسمح بالكونكشن، بيسمح بالريدنج، تمام. وفي هيدر تاني اسمه اكسس كنترول allow، اكسس كنترول allow credentials، ان انت تقدر تباس credentials ما بين الويب سايتس عشان اي حاجه انت عايزها. طيب allow access control allow origin بقى access control allow credentials دول بيشتغلوا ازاي؟ طيب هنا في عندك ويب سايت اي اهو e.com، وهنا ادي ويب سايت تاني اللي هو b.com. ايا كانت البروجرامنج لانجوج اللي انت بتستخدمها، في ناس ممكن تستخدم بايثون، في ناس بتستخدم بي اتش بي، ناس بتستخدم جافا سكريبت، انت بتحدد عندك في الكود ان انت بتالاو اوريجين. طيب الالاو اوريجين ده تلات حاجات بس، يعني انت اللي تقدر تعمله اكسس كنترول الاو اوريجين. عندك 3 اوبشنز، يا اما تحط ستار اللي هي الوايلد كارد اللي هي بتالاو اني تالاو اي ويب سايت ان هو ياكسس الريسورسز بتاعتك، وده طبعا خطر جدا وغلط جدا. يا اما ان انت تحدد هوست معين اللي هو تالاو ان هو يريد، يعني مثلا لو انت عندك 2 ويب سايتس مثلا الاي كوميرس والستور بتاعك، ممكن ان انت تحدد ان الستور اللي اكسسه الاي كوميرس ده بس، بحيث يشوف مثلا ايه اللي موجود، ايه اللي خلص في مثلا ستوك قد ايه الكلام ده، او ان انت تحطه اني سوري نال، يعني ما حدش ياكسس خالص. ودي النال دي اسوأ من الوايلد كارد. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. الوايلد كارد ليها ريستريكشن، وايلد كارد لو حطيت انت في الاكسس كنترول الاو اوريجين وايلد كارد، في ريستريكشن معمول ان انت ما تقدرش تباس كريدنشلز، يعني اكسس كنترول allow credentials بتبقى blocked by default من الويب سايت، مش هيسمح لك ان انت تباس الكريدنشلز لو عايز تباس كريدنشلز معينه. انما النال دي ممكن ان احنا نضحك على البراوزر بطريقه معينه، هوريها لك دلوقتي في اللابات ازاي انت ممكن تقلاو من النال تباس كريدنشلز تريد وترايت. وطبعا الهوست مشكله برضو في الكروس اوريجين ريسورس شيرينج بروتوكول، ان انت ما تقدرش، يعني انت ما تقدرش مثلا تقول له allow دومين A ودومين C ودومين D، هو مالكش غير دومين واحد بس تعمل له allow. فناس كتيرة بتلجأ للوايلد كارد او النل. بس الوايلد كارد دي بقى بتستخدمها ازاي؟ هو بيبقى مكتوب الكود بطريقة معينة ان انت هتبعت له ياخد الاوريجن اللي انت حطيتها يحطها في allow origin ويسمح بيها. يعني انت مش هتحدد كل حاجة، بيريد الويب سايت اللي بيحاول يكلمه ويقوم حاطه في الالاو، وعشان كده البراوزر يقوم ماشي عادي وشغال عادي ما عندوش اي مشاكل.
تمام. هي دي يعني الكروس اوريجين ريسورس شيرنج ببساطه اللي احنا هنحاول ان احنا نعملها اكسبلويتيشن ان شاء الله في في اللابات اللي جاي. طيب تعالوا كده ايه نبدا اللابس ونبدا نشوف واحده واحده فين المشكله. يلا بينا بقى نروح على الكالي ونبدا واحده واحده كده نحل ايه في اللابات. اهي الكالي تمام. ده اول لاب في الكروس اوريجين ريسورس شيرنج. كروس اوريجين ريسورس شيرنج فولنربيليتي ويز بيزك اوريجين ريفليكشن. طيب ادي اللاب اهو لاب فولنربيليتي ويز بيزك اوريجين ريفليكشن. This website has insecure cross-origin resource sharing configuration in that it trusts all origins. يعني ده بيallow كل ال origins. To solve the lab, create some JavaScript that uses cross-origin to retrieve administration API key and upload the key to the exploit server عشان تقدر ان انت تحل اللاب. طيب تعال نفتح كده اللاب ونمشي وراه واحدة واحدة. ادي اللاب اهو. دي البرب. ادي البروكسي. انترسبتر اوقف الانترسبتر. http history. وتعالى نشغل البروكسي كده واحدة واحدة. اول حاجة تعالى اللوجن ماي اكاونت. تشغل ولا اي كلام؟ شغال اهو. ادي ماي اكاونت لوجن اكاديمي هيدر. تعالى اللوجن بوينر بيتر. وينر بيتر لوجن. دونت سيف اعمل حاجة. ادي ذا يوزر نيم از وينر. Your API key is ده الـ API key بتاع الوينر. هو هنا في اللاب عايزنا نجيب الـ API key بتاع الـ administrator. Code to exploit server retrieve administrator's API key. طيب هنا انت بقى تعرف منين اذا كان الويب سايت ده vulnerable للـ cross-origin resource sharing ولا لا. اول حاجة هتيجي على الـ history هنا تشوف. شايف كل دي؟ دي الـ request that my response login. تنسبكت بقى ال URLs ال calls اللي حصلت. header get academy lab. ادي اللوجن my account. شايف my account. ولما جيت راح للبيج اسمها my account details. شايف دي access control allow origin credentials true. معنى كده ان هو بي allow origin access control allow credentials equal true. طيب تعال ناخد دي للريبيتر ونجرب بقى تيست واحدة واحدة. هنا كده سمي ده كده cross origin resource sharing. اتمنى ان هي تبقى واضحة. مش عارف واضحة ولا لا. تعالى مثلا ممكن نكبر ده lab 1 lab 1 اوكي. مش عارف user option display. هي متهيألي ان هي كده يعني كبيرة بما فيه الكفاية. تمام تعالى كده send access control allow credentials true. طيب انت هنا ممكن تتست ازاي ان مثلا هو بيقبل اي origin هتجيله هيقبلها. ممكن انت تزود header. يعني لو جينا هنا قلت له مثلا origin. خلي بالك الاو بتبقى capital. عرب hexploit.com send كده. شايف هنا access control allow origin. يبقى هو عمل allow للorigin ده will credentials بتساوي true. طيب انا هنا بقى عايز بدل ما ابعت له اليوزر نيم اللي هو الوينر عايز اجيب منه الداتا بتاعت الادمنستريتور الاي بي اي كي والسيشن بتاع الادمنستريتور. دي هنعملها ازاي؟ هو انت لو عندك السيرفر بتاعك ممكن تحط بقى تكرافت زي اجاكس ريكويست كده. لو انت فاكر كنا عملناها مره في الاكس اس اس والاكس اكس اي. مش الاكس الاكس اس اس كان في لاب اللي هو السي اس ار اف والاكس اس XSS. هبقى احطه لك تحت في الكومنتس في الـ مش في الكومنتس يا ربي في الديسكريبشن. ممكن تشوفه برضو هيعرفك انا كنت بتكلم عن الاجكس ريكويست والكلام ده. بس عشان ما نضيعش وقت هنا انا هبني معاك الجافا سكريبت كود واحده واحده ممكن انت تفهمه بقى من الفيديو التاني. بس هو الموضوع سهل مش صعب يعني واحده واحده كده هيتفهم. تمام طيب هنا هو مديك exploit server. المفروض ان انت على exploit server ده بقى هتحط الكود بتاعك وتبعت الكود للadministrator. يعني انت assume ان انت الكود ده عملته ومتبعته للadministrator زي بيج كده phishing ان هو اول ما يدوس عليه يبعت لك الـ API key والsession key بتاعته. طيب الكود ده هنبنيه ازاي مع بعض؟ واحدة واحدة.
تمام. تعالى كده نفتح اسمه ايه ده تكست فايل، نشوف احنا ممكن نبني الكود ده ازاي. Do you want to restore the available data? No. تمام. هنا بقى واحدة واحدة كده. اول حاجة تعالى ايه، ادي كده html وهنا slash html، انت كأنك بتعمل زي فيشنج ويب بيج كده تمام. وادي body ادي برضو البادي التاني، نقفل. وهنا هنعمل سكريبت ونقفل السكريبت ده كده. احنا بنبني زي ويب بيج كده اللي هنكتب فيها الجافا سكريبت كود بتاعنا بتاع الاجاكس، عشان نقدر ان احنا نبعت ريكويست للادمنستريتور يقبلها، يدوس على اللينك يبعت لنا الاي بي اي كي بتاعه، لان هنا الويب سايت بيقال له اي اوريجن. احنا شفنا هنا ان انت لو حطيت له اي اوريجن هنا هيبعت لك الداتا عادي على الاوريجن اللي انت بعتها. طيب دي ممكن تتعمل ازاي؟ واحده واحده كده. اول حاجه هنعرف فاريبل، مثلا ريكوست، سوري ريكوست، هنبعت ريكوست نيو اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست، ريكوست اتش تي تي بي ريكوست. متنساش طبعا ان انت تقفل بسيمي كولون، ده اول حاجة. بعد كده هتحط له فاريبل تاني اللي هو اليو ار ال اللي انت عايز تبعت عليه الريكوست، ده بيساوي هتاخد ال يو ار ال بتاع الويب سايت اللي انت عايز تروح له، اتش تي تي بي اس كنترول سي، اين انت ايها ال، هنا كده تقوم حاطه هنا، ده كده اليو ار ال بتاعك تمام. اول حاجة انت عايز تبعت الريكوست لمين؟ هتقول له request.open. اول حاجة ده هيبقى get request، هتبعته لل url ده. هو هنا انت ممكن تحط slash account details، لان هنا ال origin عندك البيج او ال يعني ال endpoint اللي هي vulnerable اللي هي ال account details دي، دي ال vulnerable بتاعتك، فانت ممكن تحطها له هنا https slash account details فين، فبدل url كده ممكن تحط له slash account details. خلينا بس نكبر عشان يبقى كلها في سطر واحد تبقى واضحة. ده كده ال url ال endpoint اللي انت عايز تروح لها اللي هي account details. هل انا كتبها صح ولا كتبها غلط؟ account details control c، ونحطها في قلب ال URL بتاعنا account details كده. هتقول له open ابعت لي request ال URL ده true تمام. دي لو مش مفهومة يعني حاول ترجع للفيديو اللي هسيبه لك في الديسكريبشن، هتبقى مفهومة ان شاء الله، هتتفهم بالنسبة لك تمام. وانا عايز كمان ان انت لما تيجي هات لي credentials معاك، تقول له request dot with credentials بيساوي true و request dot send null. تمام. السند ده انت بتحط فيه المفروض البادي بتاعك، بس احنا كده كده مش عايزين نبعت حاجة في البادي تمام. طيب بعد ما يبعت الريكوست ده بقى هتقول له ايه؟ تقول له request dot on ready state change، نفذ لي الفانكشن دي، فانكشن عشان تبقى باينه ايه بقى الفانكشن، ايه اللي انت عايز تعمله. هنا هتقول له لو الريكوست دوت ريدي ستيت equal equal xml http
request dot done، يعني خلاص انت بعت الريكوست وكله تمام، هتعمل ايه؟ هتقول له fetch هات لي من الداتا اللي جات لك slash log dollar sign sorry question mark عشان تضيف عليها الكي plus l request dot response text، حول الريسبونس ده لتكست. ده اللي انت المفروض ان انت هتعمله. يعني اول حاجه نفهمه واحده واحده، احنا كده بنكريت زي فيشنج ويب بيج. الفيشنج ويب بيج دي هنبعتها للادمنستريتور بحيث ان لما الادمنستريتور يدوس عليها يبعت لك الاي بي اي كي بالاكونت ديتيلز بتاعته. اول حاجه بنعمل زي new XML HTTP request، بنكريت object من ال XML request ده اللي هو الاجاكس، بتحط له فيه ال URL وتبعت. هي ال get دي المفروض capital، ثواني get وتبعت. بعد ما تبعت بتقول له انا عايز كمان ال credentials بتاعتك. لما تخلص هنا من ال credentials ابعت لي الداتا اللي انت جبتها. الداتا اللي انت جبتها حطها لي في variable اللي هو slash log key وال request dot response. طب هو هيبعتها على فين؟ هيبعتها من اللي انت بعت منه. يعني هنا انا بعت من عرب اكسبلويت، فانا لو قلت لليوزر روح على عرب اكسبلويت ومن عرب اكسبلويت تعالى نفذ السكريبت ده عندك في البراوزر وابعت لي الكريدنشلز، هيبعت لك الكريدنشل على عرب اكسبلويت، لان هو هنا بيقول له كل الاوريجنز. يعني ادي الاوريجن عرب اكسبلويت، بس احنا عشان نحل اللاب هنضطر ان احنا نحطها من الاكسبلويت سيرفر. بس هي مش فارقه ما دام هو بيقول له كل حاجه تقدر تحطها من اي حته. يعني تعالى كده نكوبي ونشوف ايه اللي هيحصل. اتمنى ان هو يشتغل. ادي الاكسبلويت سيرفر اهو، Control V Store كده احنا عملنا Store Deliver Exploit to Victim. الإكسبلويت كده مفروض، تعالى نشوف اللوج بقى ايه اللي حصل. شايف اهو Get Log Key بعت لك كل الداتا بتاعت اليوزر اهو، بتاع اليوزر Administrator. ده كده زي Simulation، كأن الأدمنستريتور داس على اللينك بتاعك. يعني انا كده ناخدها في الديكودر ونتفرج عليها عشان تبقى واضحه. كنترول في سمارت ديكود اهو، شايف ادي كده الادمنستريتور دخل يوزر نيم ادمنستريتور، مفيش ايميل، الاي بي اي كي ده الاي بي اي كي بتاع الادمنستريتور تمام، ودي السيشن بتاعته، ودي بقيه الداتا يعني لو دخل من موزيلا والحوارات دي. تعالى كده نحط ونشوف هيقبل معانا ال سبميت سوليوشن. Control V اوكي اهو اللاب اتحل تمام. ده كده اللاب اللي هو بتاع الاوريجن بيقلاه، اي اوريجن انت بتحطها له بيقبلها. ايه اللي حصل هنا واحده واحده تاني من الاول؟ احنا عندنا ويب سايت، الويب سايت ده لما جينا نعمل له انسبكشن لقينا ان هو بيقلاه اي اوريجن. لو حطيت له هنا اي اوريجن هيقبلها، arabexploit.com اي حاجه دوت كوم، تعالى كده اي حاجه دوت كوم سند تمام. ام واخد allow origin اي حاجه دوت كوم، واكسس كنترول allow credentials true. فانت هنا لو حطيت له اي حاجه هيقبلها منك. طيب انا عايز بقى استغل الموضوع ده ان انا اجيب بتاعه الادمنستريتور، فانا بكريت زي فيشنج يو ار ال او فيشنج ويب سايت. الفيشنج ويب سايت ده فيه البيج دي، البيج دي اللي هي HTML سكريبت مش عارف ايه، ممكن انت برضو تحط اي حاجه هيدر هالو وورد، تحط اي صوره، وبتعمل زي اجاكس ريكوست، بتبعت لليو ار ال ده من عند اليوزر نفسه للبيج دي، وبعد ما بيخلص بيقول له ابعت لي الريسبونس على السلاش لوج سلاش كي سلاش سوري سلاش لوج كويشن مارك كي، هات لي الريسبونس اللي انت جبته. ده كده زي انت بتكريت ريكوست من عندك بتبعتها له، لما بيدوس عليها السكريبت ده بيتنفذ وبيبعت لك الكريدنشلز بتاعته. طيب هنا عشان نحل اللاب اضطرينا ان احنا نحطها في الاكسبلويت سيرفر. طبعا بعد ما حلينا ما فيش ان احنا نحط في الاكسبلويت سيرفر تاني اهو. بص
ده اكسبلويت ديليفر تو فيكتيم يوزر ايجنت مش عارف ايه. الفيكتيم هنا اللي هو المفروض الادمنستريتور بقى الفيشنج ويب سايت اللي انت هتبعتها للادمنستريتور عن طريق الايميل عن طريق اي حاجه, وبعت لك الداتا بتاعته اهي, قمنا واخدينها عملنا لها سبميت. هي دي بمنتهى البساطه الكروس اوريجن ريسورس شيرنج لما بيقلاو كل حاجه في قلب الويب سايت. تمام. طيب انا بس مش عايز, انا ممكن اكمل بس عشان الفيديو ما بقاش طويل, اتمنى بس الحته دي تبقى مفهومه, وان شاء الله باذن الله هنكمل اللابات في الفيديو الجاي, واتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبه لك, ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.